مش مهيئ لأي كلام. أنا جاي خصيصا يعني محبة معرفة الأخ الداي وأسامة والدكتورة فاطمة، يعني دول الأسماء اللي أنا عرفتهم، فجاي محبة مربطة في الاستماع ليهم. وحتى كانت رسالة السوسة النهاردة حاولت تستفيدي قوي من هدوء أشرف الدكتورة فاطمة وأسامة ودعم طبعا للكاتبة. أنا أعتز بنشرة إن احنا بنشر لها وأقدم اعتذاري ليها وللي قروا عن بعض الأخطاء، ودي مشكلة متكررة لها علاقة بجودة المراجعين. يعني احنا قلت الكلام ده مرة هنا قبل كده، احنا بنعاني من الجودة في مختلف المهن في مصر. ما عندناش مهندس ذو جودة كويسة ولا دكتور ذو جودة كويسة، بقى عندنا احنا بقينا قليلين شوية في المسألة دي، وكمان ما بقاش عندنا ضمير. يعني فأنا بعتذر طبعا عن أخطاء أنا شخصيا، لو قريت بتركيز بره خرجت نفسي بره العمل، يعني أيام ما كنا بنتناقش سوا فيه الواحد اكتشفها بسهولة، وأنا مش بتاع عربي يعني إن أنا أنصب مفعول ولا الموضوع أبسط من كده الحقيقة. بس الواحد بيبقى بيقرا اللي في دماغه مش بيقرا اللي شايفه على الشاشه يعني. فانا بعتذر عن ده، يمكن حاولت اتفادى ده شويه واشرف المجموعه القصصيه بتاعته. ومع هذا في اول صفحه قبل ما نطبع مباشره، مش كده؟ قبل ما نطبع مباشره اكتشفنا خطا في اول صفحه، يعني في اول صفحه فعلا قبل ما نطبع مباشره لقيته بعت لي الحق ده مش عارف فيه كذا. وبعدين الفقره دي احنا كمان كنا واخدينها على الغلاف. يعني مصيبه يعني فقره انا اخترتها على الغلاف، انا اخترتها الحقيقه على الغلاف، فبقت الغلطه في الغلاف وفي اول صفحه. والحمد لله لحقناها يعني. لا بس اكيد هتلاقوا حاجات ثانيه. طبعا، لان انا بقول له احنا دايما بنقرا اللي في دماغنا، مش بنقرا اللي على الشاشه. احنا عارفين احنا كاتبين ايه. لكن طبعا انا شخصيا كمان استفدت كتير قوي، لان في قرايات مختلفه وفي قرايات جد، وده اللي الواحد بيفتقده احيانا لما بيروح ندوه يلاقي الناس جايه تتكلم حوالين العمل كده يعني. لكن ان يبقى حد قاري برؤيه وتصور، مش مطلوب ان العمل يبقى اعظم عمل في الدنيا، ولا مطلوب انه يحقق كل الطموحات بتاعت الاخرين. يعني انا مثلا في جزء في اللي قاله اشرف يا عم ما تكتب انت، طب الجزء الثاني ودخلنا اكتر في عالم تشوفه المختلف عن العالم تشوفه في شكله سوسن. يعني الجمله اللي قالها مع ازمه الورق اشرف ما يكتبش. لا، الجمله اللي قالها اسامه جمله مهمه جدا، ان ده تشوفه زي ما شافته سوسن. مش تشوفه في اللي يشوفه فلان ولا علان، هي شافته ده. الاخرين يكتبوا زي ما يشوفوه يعني، اللي في العوائق هو تشوفه في ينفع يبقى حاجات كتير يعني. بس وسعيد جدا باللي سمعته، واتمنى ان يكون العمل يعني ان احنا يعني الحقيقه بتعامل مع الاعمال اللي بنشرها يعني بحميميه شويه. فاتمنى ان يكون رساله معبره يعني.